مساء الخير. على ضفاف نهر الليطاني بجنوب لبنان ترتاح البلدة المسيجة بالمساحات الخضراء والمزينة بشتلات التبغ وأحراج السنديان. قاومت بعيون أبناء وتضحياتهم مخرز العدو، وكتب شباب لبنان فوق ترابة أحكاية العز بحروف الحرية والعنفوان ب 26 شباط من العام 1999. قلعتها الشهيرة هي واحدة من أهم القلاع الموجودة بلبنان، واستمر استعمالها كموقع عسكري لأكثر من 850 سنة، فحملت لقب أطول المواقع العسكرية استخداماً بالعالم، وأصبحت هالقلعة بعد العام 2016 الوجهة السياحية المفضلة لزوار الجنوب. هي أحدى بلدات قضاء النبطية، هي أرنون. بتوقع أرنون بقضاء النبطية بالمحافظة اللي بتحمل اسم القضاء بجنوب لبنان. بتبعد عن بيروت 76 كيلومتر وبترتفع عن سطح البحر بين 500 و700 متر، وبتبلغ مساحتها 587 هكتار أو 5.87 كيلومتر مربع. بتميز أرنون بقلعتها الشهيرة اللي بتعود إلى ما قبل العهد الصليبي، وشكلت هالقلعة بعد طرد العدو الإسرائيلي منها واحدة من الوجهات السياحية والجمالية اللي بيقصدها اللبنانيين والزوار العرب والأجانب للتمتع بالمناظر الطبيعية واللوحات الخضراء المحيطة فيها، بالإضافة للتعرف على تاريخها العريق الممتد لأكثر من 1000 سنة، وهي بتشرف على فلسطين وغور الأردن وسوريا. وتعرف القلعة بالعديد من المراجع التاريخية باسم قلعة بوفور اللي بيعني الحصن الجميل. بالإضافة إلى قلعتها التاريخية، بتحتوي أرنون على العديد من مراكز الجذب السياحي المتنوعة، مثل بركة أرنون وحرش البلد الكبير المزين بأشجار السندين الممتدة بين القلعة ونهر الليطاني، بالإضافة إلى مقام زين العابدين اللي بيتربع على تلة عالية مقابل قلعة شقيف. كما يوجد فيها مطعم واستراحة القلعة وفندق ومسبح بيستقبلوا الزوار على مدار السنة. تشتهر أرنون مثل معظم بلدات الجنوب بالعديد من الزراعات، وخصوصاً زراعة التبغ اللي يعتبر من أفضل وأجود أنواع التبغ بالعالم، وتسمى هالزراعة بذهب الجنوب الأخضر. رد المؤرخ أنيس فريحة أصل اسم أرنون إلى جذر أرن الأرامي اللي بيعني السرعة والنشاط، ومن هالجذر اشتقت كلمة أرنا اللي بتعني الوعل، وهو نوع من الثدييات البرية اللي بتتميز بنشاطها وسرعتها وقدرتها على تسلق الصخور. وكلمة أرنون هي تصغير لكلمة أرنا، أما بعض المؤرخين فرد الاسم إلى لفظة قرنون، وهي تصغير لكلمة قرن الآرامية اللي بتعني المرتفع أو التل العالي. طريقكم من بيروت على أرنون رح بتمر بالعديد من البلدات اللبنانية عبر أوتوستراد بيروت النبطية. أما شو هي بعض البلدات اللي رح تمرقوا فيها لحتى توصلوا على أرنون؟ متعرف عليها سوا بهالخريطة. إذا انطلقتوا من بيروت باتجاه أرنون عبر أوتوستراد بيروت النبطية للجنوب، فرح تمرقوا بالدمور، السعديات، صيدا، الغزية، الزهراني، المصيلح، زفتة، دير الزهراني، حبوش، كفر رمان، النبطية التحتة، النبطية الفوقة، ووصولاً إلى أرنون. تعرضت أرنون وقلعتها مثل معظم البلدات الجنوبية إلى تدمير ممنهج على أيدي العدو الإسرائيلي اللي عزل البلدة عن محيط الطبيعي بواسطة السواتر والأسلاك الشائكة. ولكن بعد تحرير البلدة وكامل تراب الجنوب بالعام 2000، عادت أرنون لممارسة دورة الثقافي والسياحي بالتعاون بين البلدية والأهالي واتحاد بلدية الشقيف. هذه البلدة الجميلة جدا، تتميز بتضاريسها الطبيعية، تتميز بجمالها الطبيعي،
بتتميز بموقعها من حيث انه ممكن انت تطلعي على القلعه تشوفي فلسطين، تشوفي جولان، تشوفي غور الاردن. يعني في عندها قرنون ميزه طبيعيه كثير كثير بجمال الطبيعه. تمتاز بلده قرنون بوجود عدد من المعالم السياحيه، منها موقع قلعه الشقيف الاثري. قلعه الشقيف هي حضاره، قلعه الشقيف هي تاريخ، قلعه الشقيف هي صمود، هي تحدي، قلعه الشقيف هي قلعه الشهداء. قلعه الشقيف تقريبا مر عليها كل الحضارات، من الرومان للمماليك للصليبيين للعثمانيين للفرنسيين. فيش جيش اجى على المنطقة بخلال اي غزو بخلال اي حضارة الا ما كان له موقع بقلعة الشقيف. في عنا حديقة عامة هي اشتغلتها البلدية بقرنون، بتساعد على النمو السياحي بقرنون اللي بتابع موضوع قلعة الشقيف، وبتمتاز بزراعتها، بتمتاز بأشجارها الحلوة، بتمتاز ببيئتها، بمناخها، وهيدي قرنون. على مرتفع صخري عالي بيشرف على نهر الليطاني وسهل مرج عيون ومنطقة النبطية، وبيطل على سوريا وفلسطين. بتتربع واحدة من أهم القلاع التاريخية بلبنان، وهي قلعة الشقيف أو الحصن الجميل مثل ما سميها الفرنسيون، وقد اكتمل بنائها بالعام 1139 ميلاديا وبقيت صامدة لليوم رغم المحاولات المتكررة لتدميرها من قبل العدو والإسرائيلي. أهلا وسهلا فيكم بهذا البرنامج الحلو كتير. احنا ما نحس باستمرار في تطور عم نتابع هذا البرنامج نهار الأحد، عم نشوف قرانا من أول وجديد. يعني انتم عم تفوتوا على تفاصيل كتير حلوة، وهذا الشيء يعني عن جد بيأكد قديش لبنان حلو، بالأخص لما عم نفوت على زواريب الضيع وأحاديثهم وعاداتهم وتقاليدهم وهالأمور هذه. قرنون يعني رح نحكي عن التاريخ الحديث. بدي احكي من قبل الاجتياح الاسرائيلي بشوي، يعني من عام 1976 قرنون تعرضت لقصف مستمر، وعام 1982 صار في اجتياح الاسرائيلي. التاريخ بيذكر انه قلعة الشقيف قاومت 6 ايام، يعني كانت اسرائيل واصله على خلدي، وكان بعدها قلعة الشقيف عم تقاوم. بعد ما سقط القلعه تهجر كثير من أهل الضيعة، توزعوا شيء على بيروت، شيء على صيدا، شيء على محيط النبطية. بعدين عام 2000 لما صار في ضغط كبير على العدو الإسرائيلي وقررت إسرائيل أن تنسحب من المنطقة، فحاولوا أنه يدمروا قلعة الشقيف. وقتها صار في تدخلات عديدة من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، جمعية الوطنية اللبنانية للحفاظ على الآثار والتراث الجنوب اللبناني. صار في اتصالات مع الأمم المتحدة ومع اليونسكو، حتى يعني ما صار في تدمير بمعنى التدمير اللي كانوا الإسرائيليين عم يخططوا أنه يدمروا القلعة كلها سوا. بعد انسحبت إسرائيل من هون، آخر نقطة انسحبت منها من جنوب لبنان هي القلعة، لأنه بتشكل منطقة استراتيجية كانت تأمنهم حماية كل خطوط الإمداد تعولهم من جزين ومن حصبية على مرج عيون على فلسطين المحتلة. فآخر نقطة انسحبت منها هي قلعة الشقيف. بعد ما انسحبت طبعا رجعنا على القلعة، القلعة شبه مدمرة، ما في ممرات، ما فيها أماكن آمنة أو سيفتي. يعني كان إذا سائح غلط أو بدعسته كان يمكن ينزل لتحت على المهوار على النهر. فمباشرة صار في اتصالات بين الجمعية اللبنانية للحفاظ على الآثار والتراث الجنوب اللبناني برئاسة السيدة رندا بري مع المحافظ، وتم وضع فانس ودرابزين بأكثر من مكان. وبعدين صار في عدة اتصالات ومساعي مع أكثر من جهة حتى لنأمن إعادة ترميم القلعة. بزيارة للرئيس نبيه بري على الكويت صار في اتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية، وأتأمن منحة، ومباشرة وزارة الثقافة من خلال مجلس البناء والإعمار بلشوا إعادة ترميم القلعة. بالمرحلة الأولى هو كان عملية ترميم، يعني وقف الانهيار
والأضرار المتلاحقة بفعل الشتاء، وهي أصلاً كانت مصدعة، وصار في تنظيف للممرات بالقلعة. المرحلة الثانية صار إعادة تثبيت الحجار، انفتحت الممرات كلياتها بالقلعة، بحيث أنه من الجهة الشرقية صرنا ننزل على حوالي 4 طوابق، ومن الجهة الغربية صرنا نفوت على 3 طوابق. والمرحلة الثانية اللي رح تبلش إن شاء الله عن قريب كمان رح يعودوا ترميم إعادة بناء القلعة، رح يرجعوا كل الحجار اللي وقعت، رح يرجعوها مثل ما كانت. يمكن نشوف طابق جديد من الجهة الشرقية، وإن شاء الله كمان رح نشوف طابق جديد من الجهة الغربية. بين قلعة شقيف ونهر الليطاني ببلدة أرنون بيمتد حرش السندين والصنوبر والسرو المسمى بالوعر لشكله سوا مساحة جمالية مميزة بتجمع جواتها التاريخ والطبيعة الساحرة اللي بتغطي معظم بلدة الجنوب. أرنون وضع الجغرافي مميز، والمميز فيها أكثر وبيعطيها جمال هو قلعة الشقيف. قلعة الشقيف في حضنها الوعر اللي بيوصل على قلعة الشقيف ويطلع بالمنطقة الوعر انحدارا إلى الليطاني، بيعطيها رونقا وجمالا. الحرش مزروع من شجر السنديان وبعض أشجار الصنوبر والصفصاف والدفلة على ضفاف النهر في قعر الوات. طبيعة مميزة جدا جدا جدا، نشوفها وبنعتز فيها وبنفتخر فيها انه هذا منظر من أرنون ولأرنون. بننبسط لما بيجوا السياح على قلعة شقيف، اهم شيء بشدني وبخلي الزوار يلفت نظرهم الحرش مع نهر الليطاني وعلى ضفاف النهر. الدفلة بأيام الربيع بيعطي ألوان عدة من الأبيض والزهري والأحمر، يعني من أول حدود أرنون لآخرها كلها يمتد هذا الوحش. تحية لشهداء الجيش والدماء الطاهرة لروت الأرض. افتتحت بأرنون من عدة سنوات محمية طبيعية على مساحة 5000 متر مربع، وغرست فيها 228 شجرة أرز. حملت كل أرز فيها اسم أحد شهداء الجيش بنهر البارد، ومع كل أرزة عم تكبر عم يكبر إيمان الناس أكثر بالوطن اللي غلب الموت بفضل تضحيات الشهداء. فكرة المحمية نتجت عن أنه نحن لما رجعنا على أرنون بال2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي ما كانش فيه بأرنون ولا شجرة، إما جرف الشجر إما حرقه، يعني كنت بتطلع بأرنون كليتها منطقة جرد. فأخذنا قرار بزراعة أكبر عدد من الأشجار بأرنون، صرنا زارعين تقريبا بحدود 12,000 شجرة، وانطلقت فكرة المحمية من هذا الموضوع. فكان عندنا ببداية الشغل هو زراعة 228 أرزة على عدد شهداء الجيش اللبناني بنهر البارد، مسجل أسماء كل الشهداء. المحمية فيها تقريبا بحدود 4,000 شجرة من الكينة، من الأرز، من الصنوبر، فيها زيتون، كرم الزيتون، كرم الجوز، فيها ملعب فوتبول، ميني فوتبول قدمه أحد الخيرين، فيها حديقة عامة، فيها مجموعة قعدات، ممكن أي حدا من أي منطقة قادر يجي يقضي نهار كامل بالمحمية. وهذا اللي شفناه خلال الصيفية، ممكن كنا نجي بأيام سبت أحد فيش مطرح كرسي بالحديقة كليتها. الدخول على المحمية هو مجانا 100%. المطلوب بس من المواطن، من أي شخص بيفوت على المحمية، هو النظافة العامة فقط، مش مطلوب أي شيء تاني منه.
لأن صارت رمز للتاريخ والمقاومة والإرث الحضاري للبنان، احتضنت قلعة شقيف مهرجانها الأول بالعام الحالي وتضمن 5 ليالي فنية وثقافية، واعتبر واحد من أهم المهرجانات اللبنانية من حيث الموقع الجغرافي المميز وعدد الحضور الكبير يلي زين ساحة القلعة. لو هالدنيا سألت دينك قلن إنك لبناني. نحن بالعام 2000 عملنا مهرجان بالقلعة، بس كان بعد القلعة مدمرة. مهرجان كان كتير حلو، حضروه كان في مؤتمر المرأة العربية، حضروه مجموعة كبيرة من سيدات المجتمع العربي برعاية الست رندا بري. وبعدين لقينا انه في حماس والناس حابه انه يعني القلعه تاخذ حجمها الطبيعي بالمجال الفني، فبعد عده اتصالات قررت الجمعيه الوطنيه للحفاظ على الاثار والتراث الجنوب اللبناني انه تعمل مهرجان السنه بقلعه الشقيف. المهرجانات الدوليه اللي صارت السنه بأرنون رجعت أرنون على الخارطه، وان ما رجعتش بطريقه رسميه ولكن رجعت على اذهان الناس وقلوبهم، بحيث انه بالمهرجانات يعني اللي حضروا خلال 5 ايام العدد فاق ال 25,000 زائر، وغالبيتهم من خارج المنطقه. يعني كنا نشوف ناس من بيروت، ناس من البقاع، ناس من الشمال بالليل يجوا يحضروا المهرجان، وفي منهم يتوزعوا على الاوتيلات اللي بالمنطقه، وفي منهم يرجعوا على مناطقهم. كانت مهرجانات كثير راقيه يعني من حيث التجهيز، من حيث الإداء، من حيث الاستقبال. كان المهرجان هو عبارة عن 5 أيام، 5 أيام. اليوم الأول كان في جيمان كيان، اليوم الثاني كان في الشاعر العربي لطفي بوشناق، اليوم الثالث كان عاصي الحلاني، اليوم الرابع كان فرقة الأوبرا الحديثة الأوكرانية، اليوم الخامس كان شعر وقصائد. طبعا بالليل إضاءة والضباب لافف في المنطقة، كانت إضاءة فريدة من نوعها، يعني القلعة كانت مضوية كلها تنشاف على بعد 30-40 كيلومتر. التجهيزات اللي كانت معمولة، المدرج، طريقة المدرج، طريقة الصوت، طريقة الإضاءة، والمفرقعات اللي انعملت، طبعا كمان مفرقعات بطريقة حديثة، يعني مش إنه بتلوث البيئة، عبارة عن أضوية وهالأمور هاي. العالم كلها يعني زحفت على أرنون، بحيث أنه من الساعة 6 للساعة 1 كانت أرنون يعني تضج بالحياة مثل ما بيقولوا. نحن بعد ما خلصت المهرجانات ضاجوا الأهالي، أنه يوميا كنا نشوف لنا 2,000-3,000 سيارة، 5,000-6,000 شخص يوميا مع إضاءة مع أصوات، فضاجت وعم يطالبوا باستمرار. لذلك نحن هلأ عم نحضر أنه يصير في باستمرار أنشطة ثقافية وفنية بقلعة الشقيف، سواء على المدرج على المسرح برا أو بقلب القاعات، طبعا بعد ما ناخذ موافقات وزارة الثقافة ووزارة السياحة. فنحن مستمرين بهذا الجهد. إذا بقول لك إنه الناس كانت كتير 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 متجاوبة مع هذا الجو، لأنه للمرة الأولى بتصير هذه الأجواء بالمنطقة. تفاعلت الناس كتير مثلا مع لطفي بوشناق والقصايد اللي غناها، وباستمرار كان يوجه ايده باتجاه فلسطين المحتلة وخاطب فلسطين المحتلة. الناس تفاعلت كتير مع هذا الجو، على أمل انه بالمستقبل نحن من ميل عم نشجع طلاب أرنون انه هم يبلشوا يحضروا أفكار جديدة، فنانين المنطقة انه يبلشوا يتفاعلوا مع هذا الجو، وبنفس الوقت انه نحن صرنا موجودين على لائحة المهرجانات. نتأمل سنة الجاي انه نستمر بهذه المهرجانات ونطورها بشكل أفضل وأحسن. جانب بركة أرنون، كان العدو الإسرائيلي وجيش لحد ينشر الحواجز لاعتقال المواطنين، ولكن ب 26 شباط سنة 1999 تحول محيط البركة إلى نقطة الانطلاق للتجمع الوطني الكبير اللي حطم الأسلاك الشائكة والسواتر المحيطة
اللي زرعها الاحتلال حوالي البلدة وأصبحت اليوم البركة واحدة من وجهات أرنون السياحية المميزة. أهلا وسهلا أول شيء بتلفزيون لبنان بحد بركة أرنون، أهلا وسهلا فيكم. نحن هلأ حاليا بأرنون هالضيعة الجنوبية الوادعة كما كرة الجنوب جميعا، ونحن بهالعجنب هالبركة هاي اللي عانت واللي كانت مصدر أول شيء رزق للمواطنين. كان بالأول ما عنا وسائل نقل تنقل المي ولا الري أو أساطل، فكانت هالبركة هاي موجودة من حدود 70-80 سنة 100 سنة وقبل، كانوا العالم يجمعوا فيها مي، تنزل المي من القلعة ومن قلب الضيعة وعاملين لها مجاري تراب هيك على جنب الطرقات وشغلات بدائية لحتى يعبوا مي ويزرعوا. نحن أرنون تشتهر بزراعة الدخان والزيتون وبعض الحمضيات، فكانوا إجباري بدهم مي بالصيف، شو بدهم يعملوا؟ فكانت الحاجة أم الاختراع، فكانوا يجمعوا المي بهالمنطقة هاي منطقة البركية ويستعملوها بري الأراضي. وعانت أرنون من 75 بحكم وجود قلعة شقيف فيها وقربها لفلسطين المحتلة، فالإسرائيلي كان دائما يقصف على أرنون إلى أن ب 82 غزا الجنوب، وأرنون مثل هالضيعة هي احتلوها وقاموا الإسرائيلية عملوا هون على بركة أرنون، هي كانت البوابة لأرنون والمنطقة تقريبا، عملوا حاجز هون كان كل واحد بده يروح ويجي يوقفوا، حتى أهل يحمر منعوهم يمرقوا بالطرقات يعني بالوعر وكذا وبالبريري، إلى أن الناس ما عادش فينا نتحمل. نحن نجي هون نطلع هيك نلاقي العدو الغاصب هون وهالناس الاختيارية جوا من جوات الشريط يا حرام يحكونا ويلوحونا ويسلموا علينا من بعيد. فدعا الشيخ عبد الحسين صادق وبعض الطلاب إلى إزاحة الشريط ولو بالقوة. أمنا جبنا جمعنا حالنا، إسرائيل فوق عم تقوس علينا رصاص يضرب بالأرض، وأنا كنت من ضمن الشباب اللي شيروا الشريط يقوسوا علينا الإسرائيلية. أنا بالنسبة لي ما كنت أسمع القواس، ما أسمع رصاص، لأني قديش مبسوط أني بدي شيل هالشريط اللي محاصر هالناس هودي اللي جوا، ومهما صار لإلنا مش فرقاني معنا. والحمد لله شلنا الشريط وانزاح القيد وانزاح الهم عن قلوبنا، وبقيت أرنون وبركة أرنون اللي كانت معلم، ودائما إن شاء الله رح تظل أرنون هي المعلم. خمسة وعشرين ألف عائلة بتعيش من التبغ حالياً بلبنان، ومن بينهم حوالي 17,000 عائلة بجنوب لبنان وحده، وأرنون واحدة من بلدات الجنوب يلي كانت تشكل زراعة التبغ فيها مصدر أساسي للدخل الفردي، بالإضافة إلى زراعات أخرى مثل الزيتون، الحبوب والصنوبر. زراعة كنا نزرع حبوب، ما زبطت الحبوب، يعني زرعنا دخان هذا المر كمان ما ساعدت، بلشنا بالشجر. بعدين يعني عندنا اللي أحسن شيء المميز يعني الصنوبر هلا والزيتون والأشجار المثمرة. نحن يعني كنا مشهورين بزراعة التبغ، أولا شيء غريب كانت الأرض كلها دخان، رجعنا بلشنا بشوب القمح، رجعنا لزراعة الزيتون. تتميز نحن الأشجار المثمرة عنا بالتربة أولاً وبالمناخ تبعها، نحن منعامل الأشجار مثل الولد، بتشحيله للزيتون يعني منفرده هاليباس من منه لا يحمل، وبنحط له مثلاً سواد، حتى الجويل هذا اللي بيسقط ما منلمه نحن من الزيتون لأنه جيد جداً جداً. تجينا كمان بلشنا بزراعة الصنوبر، والصنوبر عنا كتير كتير جيد واللي بتعطيك المواد الأرض، كل منتوجاتنا نحن كل خالية من مواد الحافظة نهائيا. نحن بعد التحرير كان في توجه أنه يصير في استثمار بجنوب، لأنه جنوب كانت منطقة بعد ما فيها استثمارات، والتوجه السياحي كان هو له أولوية باعتبار أنه جنوب منطقة كتير حلوة، جزء من لبنان الأخضر مثل ما بنعرفه نحن يعني. فتوجهنا أنه نعمل منتجع
بجانب قلعة شقيف. الهدف الأول سياحي، والهدف الثاني أنه ننمي الحركة الاقتصادية بضيعتنا أرنون. فتحنا المنتجع على أجزاء وحاولنا قد ما فينا نحرك الحركة الاقتصادية بالضيعة، يعني الموظفين أغلبهم من أرنون، في عيال عم تستفيد منهم، عم نحاول نحن نعطي فكرة لبقية الناس الموجودين بالمنطقة أنه استثمار بجنوب بينجح وبيمشي حاله. جنوب بحاجة لاستثمارات، بحاجة للناس تيجي عليه أكتر، كان سواح وإن كان أهل جنوب اللي هم مهجرين أغلبهم، يعني بحاجة يرجعوا على جنوب. نحن نستفيد من الموقع، موقعنا حد قلعة شقيف اللي هو قلعة تراثية، السواح بيجوا باستمرار والمغتربين وأهل أهل المدن كلهم أو من بقية المناطق اللبنانية. عم نحاول نحن نفرجي الناس صورة عن أهل جنوب، شو الأكلات اللي بيأكلوها وبكرمهم، حتى خدماتنا يعني طريقة كيف نستقبل الناس والأمور كلها راجع على التراث والثقافة الموجودة عنا بجنوب. ونحن حتى بنعمل مرات نشاطات فلكلورية، أو حتى مثلا برمضان عنا شيء اسمه قرية رمضانية، هي طابع جنوبي بحت للسحور، بتبقى السهرة لساعة 3 الصبح، فيها كل الأمور التراثية والثقافية القديمة عم نرجع نحييها من جديد، من ناحية العادات العربية والقهوة الجنوبية والمنقوشة الصاج وكل هذه الأمور. ببرنامج مشوار بلبنان أنت وأنا نتعرف على بلدات جديدة ما كنا شايفينها قبل ولا منعرفها، وأرنون واحدة من هالبلدات يلي أنا شخصياً أول مرة بزورها وأكيد ما رح تكون آخر مرة. مشوارنا خلص، ملتقينا معكم بتجدد الأسبوع اللي جاي من هلأ لوقتها. أطيب التمنيات ودايماً برفقة تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.